في ظل التعددية، في ظل اختلاف الجماعات والهيئات والعلماء والوكلاء كواقع قائم، كيف يجب أن تكون العلاقة مع الآخر؟ العلاقه نلخصها في كلمات ثلاث الكلمه الاولى التعايش الكلمه الثانيه التعارف الكلمه الثالثه التعاون التعايش أولا، التعايش في مقابل التناحر، وأن كل واحد يحاول إلغاء الآخر، القضاء على الآخر، التعارف في مقابل التناكر، التعاون في مقابل التهاجر التناحر والتناكر والتهاجر في قبالها التعايش والتعارف والتعاون هذه الحاله ينبغي ان تكون حاكمه في اطار الدائره الايمانيه نحن كلامنا في اطار هذه الدائره لماذا هنالك ضرورات ولكن اشير باختصار الى ضروره واحده تفرض هذه الحاله وهذه الضروره احنا المتدينين لا نواجه افراد فلان واحد منحرف في المدينه هذا فرد لا نواجه احزاب الحزب البعثي الحزب الشيوعي الحزب القومي وانما نواجه تيارات عالميه ضخمه هذا مو فرد أمامكم، أنتم لا تقفون أمام فرد، وإنما تقفون أمام تيار عالمي. هذا الفرد مسنود، رجل واحد يتمكن يقف أمام هذا التيار العالمي. هذا الخطر خطر قائم ذاك التيار العالمي يغير اشكاله يغير الوانه ولكن واقعه هو هو الواقع ما تغير في يوم من الايام ياتي بشكل البعثيين في يوم ثاني ياتي بشكل اخر